اليوم هذه الوقفات تذكير بواحد الاتفاق مازال اللي مر عليه سنه واللي ما كانش الانصاف ديال الممرضين اللي كيشكلوا اكثر كثافه مهنيه في قطاع الصحه، وتذكير بان رفع من الاجور للممرضين مساله ملحه جدا لانجاح ورش الحمايه الاجتماعيه وكذلك لتحقيق السلم الاجتماعي. كما كنعرفوا الاتفاق اللي فاق اللي فات هو انه ما حققش هذا السلم الاجتماعي وما حققش هذه المطالب للممرضين، وبالتالي ان الرفع من الاجور للممرض مساله ملحه من خلال الاخطاء المهنيه ومن خلال التعويض عن التاطير والتعويض عن الاعباء التمريضيه. هذه ما هي الا مرحله اولى من اجل التذكير بهذا المطلب، ومنها كنوجهوا واحد الرساله مباشره لرئيس الحكومه، يجب تفعيل الوعد الحكومي اللي قطعوا على راسه كرئيس حكومه وهو الرفع من اجور الممرضين 8000 درهم. نحن اليوم نتواجد هنا من اجل تخليد الذكرى السنويه لنكبه الممرضين، نسميها كذلك لان في مثل هذا اليوم 24 فبراير 2022 تم اقصاء الممرضين من خلال حوار اجتماعي مع باقي الفرقاء الاجتماعيين، تم انصاف جميع الاطر الصحيه داخل وزاره الصحه ما عدا الممرضين. هذه الفئه ديال الممرضين التي تشكل ازيد من 60% من الاطر الصحيه داخل وزاره الصحه، تقدم ازيد من 80% من الخدمات المقدمه. هذه الفئه رغم انها بكثافتها وبحجم الخدمات التي تقدمها نجدها انها تتديل الترتيب من حيث الحقوق والمكتسبات. نحن اليوم هنا نحتاج ونذكر السيد رئيس الحكومه بوعده الذي قطعه الممرضين ابان حمله انتخابيه، التي يتمثل هذا الوعد في عداله اجريه بقيمه 8000 درهم خاليه من الضرائب. هذه العداله الاجريه الذي نراها ان اقل ما يمكن ان يكون في ظل هذه الهجره وهذا النزيف للممرضين الى خارج ارض الوطن بحثا عن عداله اجريه وبحثا عن ظروف ملائمه للاشتغال. الممرض المغربي يخلد سنه كامله عن توقيع اتفاق مهزله، اتفاق ديال 24 فبراير اللي وقعوا فيه النقابات باسم الممرض وعنوه عنه، اتفاق لا يمت لمطالبنا بصله. هذا الاتفاق لم يجلب للممرض ولو درهم واحد، ويعني والغريب الامر ان الوزاره والمحسوبين عليها خرجوا الى الصحافه والى الاعلام يروجون على ان الممرض تم تسويه وضعيته الماليه في حين اننا لم يصلنا ولو درهم واحد. نطالب نعم بتحسين ظروف الاشتغال، ولكن الممرض راه حتى هو مواطن، الممرض حتى هو يعاني من غلاء المعيشه، الممرض حتى هو عنده التزامات ماديه خصو يوفي بها. اذا فين هي التزامات الحكومه اللي هي خصها توفي بها؟ الحكومه ورئيس الحكومه في الحمله الانتخابيه ديالو كان يروج على انه سيرفع يعني شهريه الممرض الى 8000 درهم، هذه التزامات اللي قالها هو ماشي حنا اللي قلنا، هذه التزاماته. اذا حنا كنتسناو من رئيس الحكومه انه يوفي بالالتزامات ديالو تجاه الممرضين. نعم تم الوفاء بالالتزامات تجاه فئات اخرى مزاوله داخل وزاره الصحه، ولكن الى حد الان نحن كممرضين لم يصلنا شيء. نتمنى ان لن تكون تلك فقط يعني دعايه مجانيه للوصول الى دهاليز الحكم. حنا يعني فرحنا ملي شفنا في الحملات الانتخابيه ان الناس كيطرقوا لمطالب الممرض، نتمنى ان هاد الناس هادو ما يكونوش يعملونا يعني كبضاعة للوصول إلى مراكز الحكم. يا رئيس الحكومة.